It is my great honor to introduce the President of the United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مؤتمر كوب 28، وأشكركم على حضور هذه القمة. يأتي اجتماعنا اليوم في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة، ومن أهمها تغيير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة. الحضور الكريم، دولة الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي. لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة النظيفة، ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050، والتزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، واستثمرنا بما يقارب من 100 مليار دولار وتموين العمل المناخي، مع التركيز على الطاقة الجديدة والنظيفة. كما نعتزم باستثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية في السنوات السبع القادمة إن شاء الله. حضورنا الكريم، لقد عندما التزمنا باستضافة كوب 28 التزمنا أيضا بجمع العالم لكي نتحد ونعمل وننجز ونعمل على تسريع انتقال العالم إلى النمو الاقتصادي المستدام، لطالما كان نقص التموين من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي. لذلك يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. حضور الكريم، قبل أن أختتم كلمتي اسمحوا لي أن أروي لكم قصة قائد آمن بحب الأرض واحترام الطبيعة وصون مواردها.
وعمل يد بيد مع شعبه لرعاية هذه الأرض الطيبة، مدركا أن الثروة الحقيقية للدول تكمن في أبنائها. وإنجازاتنا اليوم تشهد على عمل بناء مستقبل أكثر إشراقاً إن شاء الله. أيها السادة، إنه الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه. مؤسس الدولة، رمز حضارتها، وباني نهضتها، وصانع ماضيها وحاضرها ومستقبلها. شكراً.